إذن هذه عودة من جديد إليكم متابعينا، وفقرتنا الأولى هي محطة نقف فيها على مسيرة شاعر مثقف ومسترسل أيضا في الثقافة ومنقب، وأيضا هو باحث ولقب بالعديد من الألقاب، وخرج للناس شاعرا ووضع بصمة كبيرة يا فاطمة. أكيد له الرحمة والمغفرة. الشاعر والكاتب عبد الله شابو أحد مثقفي بلادي، أبرز رموز الحركة الأدبية والثقافية في السودان، لقب بريحانة الشعر لما يمتلك من مقومات شعرية وأدبية كبيرة جدا، أيضا لقب بعميد الشعر السوداني، وينتمي إلى جيل العمالقة من المبدعين في بلادي. له عدد من الإسهامات الكبيرة جدا فيما يخص الشعر والأدب، أيضا كان له دور كبير جدا في يعني قيام عدد من المنتديات السودانية لينتمي كل هؤلاء المبدعين في بلادي تحت مظلة تجمع الأدب والثقافة والشعر في بلادي. له الرحمة والمغفرة بقدر ما قدم وأعطى، وتغنى له أيضا عدد كبير جدا من الفنانين. إذا عندنا محطة معدة من الكنترول هي روضة في واحة فني الكبير والعريض، نتابع. أشهد أن طوعنا الجينات وأن فككنا التركيب النووي وعبأنا كفيه جحيم الموتى. أشهد أن حدقنا في نسبي وسافرنا في الزمن المطلق. هذا حسن بالطبع وجدا، طوبى للعقل النفاذ ومرحى، لكني أتحدث عن قلب يسع الدنيا، عن قلب مملوء بالحب ومشحون المقتى، عن قلب لا يتعلم أبدا، قلب الشاعر لا يهدأ أبدا. الحقيقة فيما يسمى بالاستعداد الفطري، يحب بعض الناس أن يسميه التالنت أو الجفت أو الموهبة، يعني الزول بيولد وعنده استعداد فطري لعمل أشياء محددة أو لامتهان مهنة تكون محددة. على الرغم من أنه طبعاً ربنا ما خلق زول أصلاً بموهبة واحدة أو قدرة واحدة إلى آخرها. فأنا يعني من طفولة الواحد شعر بأنه يمكن أن يعبر عن ذاته، يعني الوقت ذاك يعبر دي ما في، يعني في الكلام عن يعبر ما في، لكن أي الواحد كان بيشعر بأنه يمكن أن يقول الكلام غناء أكثر من أن يقول مثلا. وكمان الناس حول الزول ساعدوا في أنه والله الشاعر بس خصوصا يعني كان صوتي زي جميل كده، بس بوحة طبعا، لكن زمان كان معقول. يعني ماذا عليك إذا ابتعدت وصوحت أزهار فجرك في الربيع حجرا قدوت على الطريق مراقبا هذه الخطى، حجرا تكاسف ثم أقع في طريق السابلة. ماذا يفيد الناس من حزن القريق فالعشب ينمو فوق ظهر الناقلة، يتملأ النهر القديم من الظلال الماثلة، والشمس تشرق دائما في الشرق تشرق دائما وتلون الآفاق بالبهج العتيق. هذه فتاة مثل فرع الخيزران نفضت جدائلها على كتف الرصيف وتلفزت مزعورة جذبت شع همومها، ثم انقضى هذا الزمان، لما يا ترى تهتز في الريح القصية كل هذه الأشرعة؟ بيضاء هذه الأشرعة بالأمس مر عليك هذا الشيخ، حاذر أن يرى ثم اختفى عرضا تمهل ثم زال، حجرا غدوت على الطريق مراقبا هذه الخطى، هذه الخطى والصبر تعالى. وليس هنالك شيء عقلانيا أصلا، يعني كل شيء معلش بعد حين بترد بعض الكلمات الإنجليزية عشان الواحد قريته. فالحقيقة كان في تفريق بين الإنسان الذي يعيش حياته
استاتيكلي جماليا والانسان الذي يعيش انتلكشوال. وكان دائما ناس الفنون ميالين حتى في الحياه البسيطه في اليوم في الاكل في كده ان يعيش الحياه بصوره جماليه. كل ما يبدو او كل ما يستطيع ان يشبع او يمتع بيكون اقرب حتى ولو كان في بعض الضرر يعني. بس صح لو لاحظت يعني في حياتنا العامه في تداوي لسه للاكل يعني الاكل بتاع البصران والاكل اللي ما فيه الكوليسترول والاكل اللي كده يعني مش كده الناس عندها حاجه زي دي وانك انت لازم تسوي كده يعني. والزمن اللي بتقوم فيه والزمن اللي بتنزل فيه الحياه المنظمه الدقيقه وزمان حقيقه قالوا الحكمه هي الحياه المنظمه. لكن طبعا يعني عايزين يعيشوا لحظة جمالية أصلا بدون ما يقوموا يضربوها بحيث تبقى حاجة ناشفة جدا. يجيب لك زبدة ناشف يعني ما في موية وكذا بتاع يعني الفرق ده. إذا كنت عقلاني جدا بتبقى جاف جدا زي ما يقول الناس على الرياضيات طبعا. وكمان لو كنت عاطفي جدا بتبقى في ما يسمى بالميول العاطفيه اللي يسموها سنتمنتاليتي. تفضلوا تفضلوا جميعكم تفضلوا. فالبيت واسع فسيح وارضه مفروشه بالعشب والمعادن الكريمه وكله نوافذ للضوء والهواء والمطر. لكنني اود لو تعلق المعاطف القديمة على المشاجب القديمة المهترئة التي قضى على حديدها الصدى أن تتركوا أحقادكم تموت لأنها تعيش في زمانها الخطأ. الرحمة والمغفرة للشاعر العملاق عبد الله شابو. بقدر ما أعطى وبقدر ما قدم وبقدر ما كان يعني يحس بمعاناة المواطن وأيضا تعازينا لأسرته الصغيرة والكبيرة تعازينا لجميع الشعب السوداني. فاطمة له الرحمة والمغفرة. وسيظل هذا الشاعر العملاق هذا الشاعر الذي كان دائما يسعى لتحقيق العدالة ويقف جنبا إلى جنب مع الثوار وكان همه الأول والأخير أن يرى هذا السودان في أمن وأمان واستقرار. نتمنى أن يتم تحقيق كل أمنياته على أرض الواقع وسيظل اسمه محفورا في ذاكرة الإنسان السوداني بأحرف من نور. له الرحمة والمغفرة. نتواصل معكم مشاهدينا نلتقيكم بعد الفاصل في فقرة جديدة خليكم معنا.